زاد على الزد هذا يا محبين الزد. موديل 83 تي توب، فتحات سقف غير عادي، عليه لوحات سعودية، واللوحة كذلك 1983 على موديل السيارة. راح تنزل في مزاد صفقة لمدة 4 أيام، المزاد إلكتروني. راح نصور السيارة فيديو ما يقل ما بين 8 دقائق إلى 10 دقائق، وتقدر تشوف السيارة بالكامل. وحبيت تجي المقر وتشوف السيارة الطبيعة، بعد التسجيل تقدر تجي وتشوف السيارة. طيب نوريكم ملاحظات السيارة. السيارة مجددة مفحوصة، الفحص موجود، جاهز للنقل للتصدير وللاستخدام كذلك. طيب نوريكم الملاحظات اللي على الصبغ. ملاحظات، أول شيء عندكم هنا مكان صدى، والله العالم إن هذه المسامير والصدى اللي هنا كانت للمدرج، أو أتوقع كان في مدرج أو شيء. هذا الجناح ما أدري الجيل القديم كان يجي عليها جناح كذا، يعني أنا بالنسبة لي أول مرة أشوفه، بس طالع يعني يمكن جميل للأصحاب زمان مو حنا، ما شاء الله تبارك الله. طيب هذه الملاحظات، وهنا في أجزاء صدى يا أخوان. أوكي راح نوريكم السيارة بالكامل، نشغل السيارة، عندنا رافعة راح نرفع السيارة وتشوف السيارة من أسفل، إذا في تهريبات إذا في شيء راح نذكره، وكذلك راح يذكر في تقرير المزاد. مزاد لمدة 4 أيام يا أخوان، مزاد إلكتروني دائم. تشوف إننا نذكر الشيء هذا ليش؟ لأنه يجيك شخص أول مرة يشوف الفيديو، أول مرة يدخل على الحساب، فحنا نذكر المعلومات دائما، بس اللي تابعنا من فترة عارف كل شيء. هذه داخلية السيارة، لون عنابي أو أحمر، جلد من هنا، من هنا مخمل، السيت يعني ما في قطع أو استهلاك كبير، أشياء بسيطة هنا، وهنا بعض الوساخة البسيطة، بس ما في تقطيع أو شيء. هذه داخلية السيارة، الطبلون تمام، هذه المنطقة هذه زي ما انتم شايفين، المنطقة هذه هنا شيء بسيط. الممشى 118,000 ميل. بعض الملاحظات في الدركسون هنا بسبب الشمس. اوكي يا اخوان، الباب لا يوجد مشاكل، القزاز يشتغل، العلامة هذه حقة الزد، القزاز اللي من هنا تبع السواق والراكب. الباب تبع الراكب ما ينفتح من برا، ينفتح من جوا، هذه نقطة. كيف تقدم المقعدة، رجع المقعدة كذا، نفتح الكبوت الآن. نوريكم ماكينة 6 سلندر غير عادي، في كسر يا اخوان في الزجاج الامامي. اوكي شوفوا، يبدا من هنا ويمشي من هنا ويصل له من هنا، هذا للتوضيح. هذه الماكينه 6 سلندر، جميع علاماته من الوكاله موجوده زي ما تلاحظوا، وعندكم رقم الفين نمبر، رقم الشاصي هنا كذلك، عندكم العلامات هذه كلها من الوكاله، كذلك البليت اللي هناك تشوفوها. خلينا نقفل الكبوت دقيقة. راح نشغل السيارة الآن، راح نسوقها، بعدها نوريهم التيشوب. هنا في أجزاء صدى يا إخوان، هذه في فتحات السقف، وأجزاء بسيطة هنا كذلك. أوكي الآن نشغل السيارة. لازم نشوف لكم السيارة، 83 280 ZX. يلا بسم الله.
الازاز يعمل الراكب السواق وتبع الراكب راح يرفع السياره على الرافعه، اي ملاحظات راح نرفقها في التقرير وفي الوصف ان شاء الله. ونشوفكم على خير. هنا خمس غيار وريوس، هذه داخليه السياره من هنا. اي سؤال اي استفسار حياكم الله، نشوفكم على خير.